أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بث مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعاليات مهرجان اليمامة في يوم اللقاية. ها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث يضم نخبة من اللقاية البكار، المسافة 4 كيلومتر. جائزة هذا المركز الأول سيارة رينج روفر وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية مباشرة. نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنرى اللي في المقدمة الآن. أرى اللي في مقدمة هذا الشوط الغزيل للسيد يابر بن راشد بن عبد الهادي المري، وفي المركز الثاني الشاهينية للسيد أحمد بن محمد بن عضيلي العامري، وفي المركز الثالث اعتبار في المركز الثالث للسيد سلطان بن نايف بن متعب العميرة، وفي المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع الشاهينية للسيد محمد بن علي بن سعيد اليحافي، وفي المركز الخامس شودة للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز السادس ناخذ اللي في المركز السادس رمز للسيد سهيل بن مسعود بن غصنة العامري، وفي المركز السابع نوف للسيد غانم بن حميد بن بخيت النعيمي، وفي المركز الثامن نجود للسيد سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي، وفي المركز التاسع نشوف اللي في المركز التاسع للسيد رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الاجتبي، وفي المركز العاشر هدوء للسيد محمد بن زايد بن محمد المنصوري. واليوم ما في هدوء يا ابو زايد، ما في هدوء مع مهرجان الامامه. هات سبوق وحرك المسافه كلها 4 كيلومتر منافسه حتى خط النهايه. الهدوء ما ينفع في مثل هذا اليوم، لكن نرجع واياكم ايها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام الى مقدمه هذا الشوط. ومن بدايه هذا الشوط وحتى هذه اللحظات، يا سلام، الغزيل لا زالت تتغزل بمقدمة هذا الشوط للسيد يابر بن راشد بن عبد الهادي المري على مقدمة هذا الشوط منذ البداية، وهي تطمع بفوز وناموس هذا الشوط. ننتقل إلى الشاهينية للسيد أحمد بن محمد بن عضيلي العامري، وفي المركز الثالث اعتبار للسيد سلطان بن نايف بن متعب بن عميرة، وفي المركز الرابع وصل بن غصنة رمز مع سهيل بن مسعود بن غصنة العامري، وفي المركز الخامس الشاهينية للسيد محمد بن علي بن سعيد اليحافي، وفي المركز السادس شودة مع المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وفي المركز نشوف السابع من الجانب الثاني نجود وتلعب وترقص على أرض الجود. نجود للسيد سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي، وفي المركز الثامن رشعار محمد بن ناصر بالعوري بن يحيى المنهالي على ظهر فزعة وهي فازعة. المركز التاسع للسيد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي مشكورة، وفي المركز العاشر مزايا للسيد عبد الله بن خليفة بن مايد المسافري. نرجع إلى المقدمة إلى المنافسة، يا سلام المنافسة قوية على مقدمة هذا الشوط، يا سلام الغزي لا زالت تتغزل. وشودة قادمة تجاوزنا لوحة الكيلو متر الأخير، يا سلام وفزعة وأيضا مشكورة فازعة، يا سلام المعركة شديدة، المعركة طاحنة، والغزي ما طاعت تسلم، لا زالت تتغزل وتتكلم مع رنجي هذا الشوط. يا سلام يا الغزيل على المقدمة منذ البداية للسيد يابر بن راشد بن عبد الهادي. شودة تبى الشهادة، يا سلام يا شودة تغير مع
المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاتش تي في. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الشوط، المعركة شديدة، الغزيل وشودة ومشكورة، ونحن نقترب من خط النهاية. الغزيل الغزيل ردت، قادت هذا الشوط منذ البداية، سمحت لشودة في الأمتار الأخيرة وردت الآن، وشودة شودة والغزيل المعركة طاحنة شودة، لكن الغزيل تتغزل. ونقول سلام سلام عليكم يا هلا المملكة العربية السعودية، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة. تهاني للسيد يابر برايد بن عبد الهادي المري المركز الثاني، مشكورة للسيد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، وفي المركز الثالث شودة للسيد سعيد برايد بن حمد بن غدير الاجتبي، المركز الرابع الشاهنية للسيد حمد بن محمد بالعضيلي العامري، المركز الخامس من السيد محمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول الغزيل إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة 4 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. 6 دقائق ثانيتين. تهانينا تهانينا من الأعماق للسيد يابر بن راشد بن عبد الهادي المري على فوز الغزيل بالمركز الأول. المركز الثاني نشوف المركز الثاني، مشكورة هاي مشكورة ساعة وصولها إلى خط النهاية، قاطعة مسافة 4 كيلومتر في زمن وغدرة. 6 دقائق 4 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي ممثل هل السلطنة في ميادين الدولة وخارج ميادين الدولة. ننتقل إلى المركز الثالث، شودة في المركز الثالث، 6 دقائق 4 ثواني و9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، لازلنا نتواصل وياكم مع مهرجان اليمامة، وها هي انت